الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسديد في القول والعلم والعمل. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر إلى آخره. سبق في هذا الباب وهو باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها، سبق حديثان عن فضل صلاة الجماعة، وهذا حديث أورده الشيخ رحمه الله للدلالة على وجوب صلاة الجماعة، على وجوب صلاة الجماعة. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. المنافق هو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا هو النفاق الاعتقادي، وهذا صلى الله عليه وسلم مخرج من الملة، وهو الذي جاءت به آيات القرآن الكريم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وهم لقال فيهم أيضا: وإذا قاموا الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال فيهم أيضا: المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إذن هذا هو النفاق الاعتقادي. هناك نفاق هو نفاق عملي، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث أو أربع على حسب الروايات، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، وإذا غدر فجر أو إذا عاهد فجر. هذا يقول العلماء إنه نفاق عملي، بمعنى أنه غير مخرج من الملة، ولكنه خطير على كل حال، من كبائر الذنوب صلى الله عليه وسلم، وقد يقود إلى النفاق الاعتقادي. لا يقال هذا تسهيلا أو تقليلا من شأنه، ولكن المقصود أن هناك نوعين من أنواع النفاق: النفاق المخرج من الملة وهو النفاق الاعتقادي، ونفاق لا يخرج من الملة ولكن صاحبه على خطر عظيم، وهو ما اصطلح عليه أهل العلم بالنفاق العملي. وأصل النفاق مشتق من النفقاء، وهو أحد جحري اليربوع. اليربوع دويبة صغيرة تشبه الفأرة،
وهي برية طبعا، سمى يربوع سمى جربوع بالجيم وبالياء. وتتخذ من تتخذ إما لها جحران أو لها فتحتان في جحرها. الجحر الفتحة معروفة مكشوفة، وهذه تسمى القاصعة، تسمى القاصعة، ولهذا هي تؤكل يباح أكلها. فإذا طاردها الذي يريد أن يصيدها تدخل مع الفتحة المعروفة، فتحة القاصعة، لكن الفتحة المخفية هي النافقة. فمن يصطادها يظنها دخلت هنا بينما خرجت من مكان لا 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 يخطر على بال، لأنه غالبا يكون مغطى غطاء خفيف، وتخرج من بعيد فلا يتمكن صائدها من صيدها. بمعنى أن لها مظهران، أو لها مفهوم النفاق له مظهران، مخفي وظاهر. فالمنافق صلى الله عليه وسلم يظهر الإسلام ويبطن الكفر. ومن هنا قال العلماء: هل مراد المنافقين هنا النفاق عملي أو نفاق اعتقادي؟ الذي يبدو أنه في بعض الروايات تدل على أنهم جاءت أنه نفاق عملي، لأن جاء في الروايات يصلون في بيوتهم، والمنافق صلى الله عليه وسلم الاعتقاد لا يصلي، إنما يظهر في الظاهر لا يصلي، ولا يصلي أمام المسلمين يصلي ويظهر الإسلام، بينما هو مستبطن الكفر. قال: أثقل الصلاة على المنافقين، وأثقل بمعنى من الثقل، وهو أنه يعني إذا قاموا إليها قاموا كسالى. صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأنها أولا في أوقات النوم، والأمر الثاني في أوقات الظلمة، فهم يصلون في الصلاة النهارية حيث يراهم الناس، وصلاة العشاء والفجر غالبا في الظلام، يعني قد لا يفتقدون. وأيضا وقوع صلاتين، صلاة العشاء عند الإقبال على النوم، والفجر في وقت لذيذ النوم. ومن هنا يعني هذا محك أو اختبار لقوة إيمان المؤمن. فقال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. قال العلماء: قال إن الصلاة كلها ثقيلة على المنافقين، وهذا لأنه قال أثقل، والأمر الثاني أنها يعني كل الصلاة ثقيلة عليهم. ولهذا في قوله: في هممت أن أمر بالصلاة ولا يشهدون الصلاة، أنها عموم جنس الصلاة بما يشمل الأوقات كلها: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. لكن أؤكد على هاتين الفريضتين لما ذكرنا، لأنها تقع في الظلام، ولأنها تقع في أوقات توجه النفوس والأبدان إلى النوم، فيفضل أن ينام على أن يصلي صلى الله عليه وسلم. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. وجاء في أحد بعض الروايات صلاة الجمعة، وقيل كل صلاة، وهذا أقرب طبعا، أنها ليس خاصة بصلاة الفجر أو العشاء، وهذا أقرب، لأن الله قال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى،
وأيضا ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فكل الصلاة ثقيلة على المنافقين. ولهذا يعني وهذا يعني أمر ينبغي أن يلاحظه المسلم في نفسه، يعني إذا كان يجد في نفسه كسلا أنها الصلاة فليخسر على نفسه. فينبغي المسلم أن يكون يبادر في الصلوات وأن يعني يجتهد حتى أن تكون الصلاة قرة عينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت قرة عيني في الصلاة. وكلما قوي إيمان العبد وكلما اجتهد المسلم أن يصلي الصلوات في أوقاتها ومع جماعة المسلمين واعتاد فإنه يحبها جدا وينتظر أوقاتها ويتطلع إليها. وإذا يعني حصل أن تأخر أو حصل عارض تجده يتحسر، وهذا من علامات الإيمان. والصلاة نور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن كل الصلوات ثقيلة على المنافقين. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ولو يعلمون ما فيهما، يعني من الأجر ومن الثواب، لأتوهما ولو حبوا. يعني كم فاتهم أو كم يفوتهم وكم يفوت المسلم حينما يتأخر هاتين الصلاتين. لا توهما ولا حبوا. والحب هو أن يأتي أن يسير الإنسان على ركبتيه ومرفقيه، على ركبتيه ومرفقيه. وجاء في 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 بعض الروايات زحفا على المرافق. لا توهما زحفا على المرافق والركب. فالحب هو الزحف على المرافق والركب، ما يدل على عظم ثوابهما، بمعنى أنه حتى لو كان غير قادر على المشي ولا يتمكن إلا بالزحف لأتى إليها لعظم ثوابهما. لا توهما ولا حبوا. إيش اللي ناصب حبوا؟ إيش منصوبة؟ أما شايخ؟ ها؟ كان أحسنت، نعم كان محذوفة. طبعا حبوا نعت، ولو زحفا حبوا، ولو كان زحفا حبوا، أو ولو كان زحفهم حبوا، أو لو كان مشوم حبوا، فيا خبر كان، لأن لو تعقبها كان. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام. هذا هو دليل وجوب. أما قوله لو يعلمون ما في لتهم، هذا فضل قد لا يدل على الوجوب. لو يعلمون ما فيهما، يعني من الثواب والأجر، لأتوهما ولا حبوا. هذا يدل على الفضل، كما قال في الحديثين السابقين 27 درجة و 25 درجة، أو تضعف 27 درجة. لكن قال لكن قوله ولقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام من آخره، هذا دل على الوجوب. لماذا؟ لأنه لا يهم بالعقوبة إلا على ممنوع وعلى محرم، لا يعاقب على غير محرم، لا يعاقب على غير المحرم أو على غير التقصير في الواجب. فهذا الوعيد والتحريق يدل على أن المتروك يعاقب عليه ولا يعاقب إلا على الواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم يهددهم لأنهم لم يصلوا مع الجماعة. جاء في بعض الروايات يصلون في بيوتهم.
فالوعيد الذي هدد به النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المنافقين هو أنهم لم يصلوا مع الجماعة وأيضا مع المسجد، لأن الصلاة في المسجد وليس أي جماعة، جماعة في المسجد كما مر معنا أنه المقصود تفضل على سوقه وبيته، المقصود هنا الصلاة في المسجد. لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام. العلماء قالوا هنا ولقد هممت، هو هذا بمعنى أنه كما عبر العلماء وعيد وتهديد، بمعنى أنه قدم الوعيد والتهديد، وهذا هو الذي ينبغي في معالجة الأمور. لا يبادر الإنسان بتطبيق العقوبة أو بجر العقوبة، لا، قد يكون في المراحل الأولى يهدد، فإذا امتثلوا الحمد لله، وإذا لم يمتثلوا قد يحتاج إلى أن يوقع العقوبة. ولهذا العلماء قالوا في قوله ولقد هممت، قالوا فيه تقديم الوعيد والتهديد في العقوبة، لأن المقصود هو الزجر عن الفعل ودرء المفسدة والمقصود درء المفسدة. فإذا حصل هذا بالتهديد وهو الأهون يكتفى به عن التحريق. إذن هو هنا هدد، ولا شك أن من يبلغهم هذا سوف يمتثلون، لأنه إن لم يفعلوا سوف يوقع العقوبة. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، بمعنى يكلف من يقيم الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي، يخرج ويذهب إلى هذه البيوت ويعاقب المتخلفين لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس يعني ينوب عنه، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب. يعني تصوير غلظ العقوبة وكبرها يدل على عظم الجرم وعلى عظم ما ارتكبوه من مخالفة. فتصور أن 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 التهديد هو أن يأخذ حزم حطب ويحرق البيت كله، يحرق البيت كله. ولهذا جاء في بعض الروايات لولا ما فيها من النساء والذرية، لولا ما فيها من النساء والذرية. ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، بمعنى لا يشهدون الجماعة، لأن الكلام هو عن الكلام على حكم صلاة الجماعة، إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، بمعنى يحرق البيت كله بما فيه من أثاث، ما فيه من أموال، ما فيه. ولا شك أن هذا عقوبة، وهذا كما قال العلماء أيضا تعزير بالمال، والتعزير بالمال طبعا فيه خلاف، ولكن صحيح أنه إذا احتاج إليه إماما يفعله، يعزر بالمال. لكن كما قلنا في الرواية الثانية أنه منعه أو قال لولا ما فيها من النساء والذرية، يعني الصغار الذين غير مكلفين والذين لا تجب عليهم الجماعة كالنساء، النساء والذرية. وكما قلنا الحديث هذا يدل على وجوب صلاة الجماعة، والمسألة فيه خلاف
بعض العلماء وهم جمهور أن السنة وأن السنة مؤكدة، وبعضهم يرى أنها فرض كفاية، وهذا غالب قول الشافعي رحمه الله، بمعنى أنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. والقول الثاني وهو الراجح إن شاء الله وقول أهل الحديث وإمام أحمد ومجموعة أنها واجبة، أنها فرض عين. وهناك قول أشد أنها شرط، وهو أيضا رأي ابن حزم والظاهري وابن تيمية وابن القيم، يرى أنها شرط. حينما نقول شرط بمعنى لو صلى منفردا ما صحت، لو صلى وحده منفردا من غير عذر ما صحت، هذا معنى شرط. والصحيح أنها واجبة على الأعيان إلا من عذر، إذا كان معذور هذا شيء آخر، ما دام لا يوجد عذر فإنه يجب على الإنسان أن يصلي في المسجد، طبعا الرجال على الرجال الأحرار، والصحيح حتى العبيد، هم يقول العبيد لا والعبيد، لكن يقول على هي تقول تجب على الرجال الأحرار المقيمين، على الرجال الأحرار المقيمين. وهناك أدلة أخرى على وجوب الجماعة، منها حديث الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنني رجل أعمى وليس لي قائد يقودني المسجد، وإن بيني والمسجد هوام، وادي وهوام، فهل ترى لي من رخصة؟ فأذن له، ثم لما ولى دعاه قال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب لا أجد لك رخصة، أجب لا أجد لك رخصة. ولذا العلماء يقولون إذا كان يسمع النداء، يسمع الأذان بمعنى ليس بعيدا، فيجب عليه أن يسعى الصلاة. طبعا النداء هنا النداء الطبيعي، صوت الآدم، ليس الميكروفون، المكبر بعيد، لا المقصود نداء الطبيعي، لو أن مثلا المؤذن راقع على السطح على منارة ثم نادى، فالذي يسمع نداءه عليه أن يجيب. أما إذا كان لا يسمع بعيد لا يلزمه، لكن المكبر لا كبير، هذا مقصودهم. ومن الأدلة على الوجوب وهو دليل عظيم، وهو صلاة الخوف. صلاة الخوف لو كانت الجماعة غير واجبة لا 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 لرخص في وقت الخوف، حرب يعني، وقت الحرب وقت مسايفة الأعداء ومقابلتهم ومواجهتهم، ومع هذا ما أذن بي أن يصلوا فرادى. وهذا بل ليس فقط صلاة خوف، صلاة الخوف يعني ليست كاملة، وليس فيها الطمأنينة الكاملة، وليس فيها كالصلاة في حال السلم وفي حال الطمئنان وفي حال، يقول وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفرون عن أسلحتكم وأمثال إلى أن قال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوب فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. بمعنى أن صلاة الخوف أقيمت وسقط بفرض، لكنها ليست كإقامة الصلاة في حال السلم، بمعنى أنه الشرع تنازل عن كثير من مطلوبات الصلاة من أجل الجماعة، من أجل الجماعة. فلاحظ أنه لما ارتفعت حالة الحرب
قال فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. بمعنى أن الصلاة في حال الخوف لم تكن مقامة على وجه الكمال. ولأن أشرنا في أكثر مناسبة أن الممدوح في القرآن في الصلاة هو إقام الصلاة، والممدوحون هم مقيموا الصلاة. أقم الصلاة، أقيم الصلاة، أقمتم الصلاة، إقامة الصلاة. ولم يمدح المصلون، ولم يقل إذا صليتم أو إذا تصلون، قال إذا أقمتم الصلاة. فإقامة الصلاة بمعنى الإتيان بها على كمالها. فمن لم يأتي بها على كمالها لم يكن قد أقام الصلاة، بمعنى بكامل ركوعها وسجودها وسننها وواجباتها بأذكارها بقراءتها بطمأنينتها. هذا هو إقام الصلاة. فالذي يقيم الصلاة هو الذي يأتي بها مستوفيا أركانها وواجباتها وشروطها وسننها، هذه الإقامة. أما الذي ينقرها كنقر الغراب صلاة المنافق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن في صلاة الخوف خفف كثير من المطلوبات حفاظا على الجماعة، فهذا عجيب. وهذا من أدل الدلائل على وجوب صلاة الجماعة، لأن لو كان هناك ترخيص لرخص في هذه الحالة الشديدة. إذن الشيخ أورد الحديث هذا للدلالة على وجوب صلاة الجماعة في المسجد، وجوب صلاة الجماعة في المسجد. ومن صلى الجماعة في بيته قد يدرك الأجر، خاصة إذا كان معذورا، وإلا تجزي، لكنه إذا كان من غير عذر مع الإثم. إذا كان من غير عذر سواء منفردا أو حتى مع أهل بيته قد تصح الصلاة، لكنه مع الإثم. إذا قلنا بوجوب صلاة الجماعة بمعنى أن من تركها من غير عذر فهو آثم. أيضا قالوا من دلائل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد، وهذه مسألة أصولية يبحثها الأصوليون. هل للنبي يجتهد أو أنه كله يأتيه الوحي؟ لا، صحيح أنه له أن يجتهد، وهذا من الدلائل أنه، لكنه طبعا إذا اجتهد ولم يوافق اجتهاده فإن الوحي صحيحه، فإذا الوحي يصححه كما هو معلوم. ولهذا في أشياء جاء الوحي وبين للنبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يعني كان يحتاج إلى بيان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبًا سيئًا ما سمعته سبه مثله، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. وفي لفظ: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. هذا حديث آخر في هذا الباب، وهو لا يتعلق بالجماعة ووجوبها وفضلها، إنما يتعلق بذهاب النساء إلى المساجد، ذهاب النساء وصلاة النساء في المساجد. وكما قلنا في أول الحديث عن الباب أنه يتضمن فضل الجماعة، وجوب الجماعة، ذهاب النساء إلى المساجد. وسوف يأتي حديث عن السنن الرواتب، عن السنن الرواتب. فهذا حديث عن النساء.
قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إذا المسجد فلا يمنعها. بمعنى لا شك أولا أن الأصل في المرأة أن تقر في بيتها وأنها لا تخرج إلا لحاجة، لا تخرج إلا لحاجة. وهذا ليس حبسا لها حقيقة، إنما هذا تنظيم. ولو أن المسلمين أخذوا بتعليمات دينهم وتوجيهاته وبنائه للمسلم والأمة لما حصل فيهم هذا الضعف. فالأمور مرتبة، فحينما تؤمر المرأة بأن تقر في بيتها ليس حبسا، وإنما هو بيان للوظيفة، وظيفته والتنظيم، تنظيم وظيفة الرجل، هذا ميدانها، ووظيفة المرأة هذا ميدانها، وليس له علاقة بالمساواة وغير المساواة إلى آخره. وأيضا الحديث عن المساواة لا أظنه سليما، حتى في الأولاد والعدل بينهم إلى آخره، يعني خطأ التعبير بالمساواة، لأن لا 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 يتصور مساواة، لا يتصور مساواة، إنما الحقوق، حفظ الحقوق للجميع. فمثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله، صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ما قسوا بين أولادكم. العدل هو مساواة، العدل أن يأخذ حقه كاملا، لكن لا يلزم منه مساواة. مثلا عندك ولد قصير ولد طويل، تفصل له ثوب، تعطي المساواة، تعطي نفس الطول الثوب، ما تمشي ثوب، هذا ثوبه بقدره وهذا بقدره، ولا واحد متين وواحد نحيف. فالعدل أن يأخذ حقه كاملا، لكن مساواة لا، لا مواساة يمكن، لكن مساواة لا. ولهذا يعني الأخطاء في 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 المفاهيم المعاصرة المساواة، ما في مساواة، الله ما خلق رقم مساوين، لكن خلقهم وقد حفظت حقوقهم كاملة في الأموال، في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الأوقات، في الوظائف، في الكذا إلى آخره، حتى الوظائف، الوزير له مرتبة وله فلوس كثيرة، المستخدم مرتب معروف، معنى المستخدم يشتغل أكثر، والموظف الصغير غالبا يشتغل أكثر، وكلما قلت الوظيفة كان العمل أكثر، وإذا كبرت غالبا تكون إشرافية وتكون كذا وكذا. لكن طبعا هذا لا يعني طبعا أنه لا يستحق الوزير أو لا يستحق المدير العام أو لا يستحق وكيل الوزارة، يستحق، لأنه فعلا وظيفة قيادية، لو راح فشلت الوزارة كلها وضاعوا. يعني الصغار هؤلاء هو الذي يديرهم، لو ولتلاحظون لو ذهب المدير أو ذهب أو جاء مدير غير الأول تغيرت الإدارة تماما. ولهذا تعرفون في الـ في الـ في الـ في الـ كل كل في سواء قطاع حكومي أو قطاع خاص، القياديين يأخذون أحيانا 50,000 70,000 100,000، الشركات والبنوك تدفع للقياديين بمئات الألوف، بينما لا يعمل عمل بدني كما يعمل الموظف الصغير. إذن هذا عدل وليس مساواة. فإذا الله بنى الدنيا على العدل وليس المساواة. النساء لهم وظائف، الرجال لهم وظائف، كما قلنا الدرجات الموظفين، درجات النساء المعلمين والمعلمات إلى آخره، ما هي مساواة.
إنما عدل. ولهذا حينما نقول المرأة تقف بيتها ليس حبسا وليس تنقيصا، إنما وظيفة. وظيفتها التي تستقيم بها الحياة ويستقيم بها المنزل ويستقيم بها الأسرة ويستقيم بها المجتمع والأمة، هي أن كلا يقوم بعملها على وجهه. أما خروجها من غير داعي هذا 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 هدم للأسرة وليس احتقارا لها، هذا غلط. النساء نعم قطعا شقائق الرجال لا شك، بل يعني التعبير القرآني عجيب في قضية ما هي مساواة العدل. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو بعضكم من بعض. أما بعضكم من بعض عجيب يا شيخ، عجيب مواردها في القرآن. قال الله عز وجل في سورة النساء: للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبن وسأل الله من فضله. ايش الآية اللي قبلها؟ ايش الآية اللي قبلها؟ للرجال نصيب ما اكتسبن. المقالب قال لا الآية اللي في بعد ان تجتنبوا كبائر الكفر ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. شوف الله سمى تفضيل ما في مساواة. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم، ما قال ما فضل به الرجال ولا قال ما فضل به النساء. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ايش قال بعدها؟ للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا وسأل الله فضله. حتى الآن بعدها الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، ولم يكن ما فضل الله الرجال على النساء. اختيار المفردة هذه وراها ما وراها، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض، ولم يكن ما فضله ببعض الرجال على النساء. نعم وبما أنفقوا، هذا واضح، إن الرجل هو الذي ينفق. المقصود أن نقف عند التعبير القرآني. نعم قال وللرجال عليهن درجة، هذا لا شك فيه، لكن المقصود أن 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 أنه لا يعبر بالمساواة. والمقصود أن المرأة حينما جاء الشرع بأن تقر في بيتها ليس إهانة لها وليس تحقيرا لها، وإنما بيان للترتيب الوظيفي، وأن لا تستقيم الحياة ولا الأسرة ولا المجتمع ولا الأمة إلا حينما كل يقوم بعمله. وإذا قصر أو غير أحد من منزلته ومرتبته اضطرب الحال. حتى ما يزعم الغرب أنه يعني حرر المرأة ونحو ذلك، كما تعلمون كذبون. ليش؟ لا يمكن، هم حتى الآن في وظائفهم وعندهم وعند غيرهم لا يدفعوا مرتبات للنساء كما في الرجال، ولا يكلون إلى أعمال الرجال للنساء كالأعمال الرجال أبدا. نعم قد يوجد امرأة قد تكون يعني لها مركز قيادي، لكن هذا قليل نادر. حين يكون مثلا رئيسة وزراء ولا رئيسة دولة، كم في الدنيا من رئيس من امرأة صارت رئيسة؟ نادر جدا.
فوجودها لا 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 لا, لا, لا يعني لا لا يوجد يعني نادر من النساء أن تصلح. لكن الأصل لا, الأصل هذا هو الذي جبل الله عليه الرجال والنساء. فالمقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت أحدكم, بمعنى أن ترتيب وظيفي, المرأة وظيفتها في البيت وأنها الرجل له حق الإذن ولا بد من الاستئذان. لكن هنا تدخل الشرع وقال إذا استأذنت فأذن لها. وإلا يا إخواني الأصل في من له حق الإذن أن يأذن أو لا يأذن, لأنه لو كان من استؤذن لابد أن يأذن ما صار إذن, لو كان من استؤذن لابد أن يأذن ما صار إذن, امشي خلاص. لأن الإذن أعطي حق الإذن ليقول لا ويقول نعم. أشرنا لكم في آية النور إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه, إلى أن قال فأذن لمن شئت منه. لأنه لو كان من استأذن لابد أن يذن له ما صار إذن, صار مجرد إشعار وإحاطة السلام عليكم, ما صار إذن. الإذن بمعنى يكون لو صلحت يقول نعم أو لا. كذلك المرأة إذا استأذنت للرجل يقول نعم أو لا شرعا. هنا قال لا, هذه قد تكون خاصة, إذا استأذنت أحدكم فلا يمنعها, هذه خاصة في المسجد, هذه خاصة في المسجد. أما غيرها إذا استأذنت فله أن يمنعها أو لا يمنعها. ولهذا فإن لا ينبغي المرأة للرجل إذا استأذنت زوجته المسجد للصلاة أن يمنعها, لا تمنعها. ولهذا الرواية الثانية كما قال الأوردها لا تمنعوا إماء الله مساجد الله, فهذا قد يكون نوع خاص للمرأة أن تذهب إلى المسجد وتصلي وتحضر الخير ودعوة المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد, تشهد الخير ودعوة المسلمين. نكتفي بها قبل ونكمل إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.